قبل 2003 بعشر سنوات كان نظام التعليم العالي بالعراق على طريق الانحدار اللي ممكن السيطرة عليه، لكن بعد 2003 سقط سقوطاً مدوياً ومؤسفاً وتعرض لأخطاء وإهمال كارثي وحالات إثراء على حساب علمية الأجيال اللي المفروض تدير الدولة بعد سنوات قليلة. والمسبب واضح ووحيد، بطل قصة ضياع وطن بعد 2003 الفساد والمحاصصة اللي أصابت جسد قطاع التعليم وانشطرت بداخل جماعات نافذة واقتحمت مختلف القطاعات لتعزيز نفوذها ومواردها الاقتصادية، حتى صارت قصص ضياع آلاف الخريجين وحملت الشهادات العليا بين البطالة والأرصفة قصصاً معروفة للجميع، لا بل أصبحت واحدة من أهم ملامح عراق ما بعد 2003. بعض المؤشرات العالمية لقياس جودة التعليم مثل مؤشر دافوس طلع العراق من التصنيف، ذلك لوجود خلل بنيوي كبير وحساس يتعلق بالبنية التحتية للجامعات من قاعات دراسية ومختبرات وقدرات استيعابية، بالتزامن مع ظاهرة تخمة الخريجين كالصيدلة وطب الأسنان وإغراق المجتمع بأعداد لا يستوعبها سوق العمل ولا تتناسب حتى مع متطلباته، أجبرت آلاف الخريجين على البطالة المقنعة، وليس انتهاء بظاهرة شراء الشهادات العلمية. هنا نتذكر الفضيحة المدوية بواخر 2021 اللي كشفت وجود 27 ألف شهادة جامعية مبيوعة لعراقيين من جامعات لبنانية لطلاب وأبناء عراقيين لم يخضعوا للسياقات العلمية الرصينة، بل ونالها مسؤولون وأسماء ثقيلة بالدولة العراقية. كل هذا يحصل والبلاد تشهد اختناقاً بعدد الجامعات الأهلية اللي أجبرت بعض الأساتذة الجامعيين على تسمية الوزارة بوزارة التعليم الأهلي. تعيينهم مطلب للقضاء على الفساد. قررت نقابة أطباء الأسنان في العراق ونقابة صيادلة العراق عدم قبول انتماء خريجي الأقسام الطبية من الكليات الأهلية. شو مسوين؟ شو تسوون؟ كنا خريجين طبية أقل واحد فينا معدله 85-90، ليش؟ عندنا مئات أطباء الأسنان في مختلف المحافظات، لو دي يفتح مطعم، لو دي يفتح محل غسل سيارات. مستعدون لعمل بحوث التخرج. إعلانات نشوفها ونصادفها على واجهات بعض الدكاكين والأكشاك بالقرب من الجامعات، وصارت أكثر رواجاً على وسائل التواصل الاجتماعي. ظاهرة خطيرة خلقت حالة من الاتكال على البحوث الجاهزة، وبظل عدم الرقابة وصلت العدوى حتى إلى الدراسات العليا. أما ممارسة بعض الكيانات والجماعات السياسية لنشاطاتها الأيديولوجية فهاي ملحوظة جداً، هاي واحدة من الأخطاء اللي تثير الجدل بشكل شبه سنوي. إذا أجينا على جامعات الأقضية والنواحي فهاي واحدة من إشكاليات التعليم العالي بعد 2003، وهاي مخالفة أو مخالفة للفلسفة اللي من أجلها تنشأ الجامعات، يعني صرنا نشوف طلاب من دين ومذهب ولهجة واحدة وحتى عشيرة واحدة، وفي ذلك قتل
لمبدأ التعايش الوطني اللي هو واحد من أهم الغايات اللي تنشأ من أجلها الجامعات. هل هنالك تواطئ من قبل بعض الأشخاص الموجودين في الوزارة مع الكليات الأهلية؟ أكاديميون حذروا من انتشار ظاهرة بيع البحوث خارج أسوار الجامعة. أطالب مجلس النواب بعفو عام عن هؤلاء المنتسبين المفصولين بسبب الشهادة المزورة. أخطر شيء وصلته منظومة التعليم العالي بالعراق خلال 20 سنة الماضية هو ظاهرة ترهيب الأستاذ الجامعي. الأستاذ الجامعي اللي بطبيعته قائد رأي ومنبه الأجيال صار يخاف الحديث وتغيب دوره تماماً، وأصبح موظف عادي يخاف يحكي في مجمل القضايا. طبعاً هذا إفراغ للمؤسسة لواحد من أهم أدوارها. بالنتيجة وعلى قول عالم الاجتماع العربي بن خلدون أنه الجيل اللي تسقط في عهد الدول وتنهار هو جيل النخبة الحاكمة اللي تظل حريصة دائماً بسلوكها السياسي والأخلاقي على الطمع والترف، تدوس الجميع من أجل مصالحها الخاصة ورفاهيتها، ويبلغ فيهم الترف غايته من النعيم ويصيرون عالة على الدولة.